الأخبار اللي لاقت اهتمام كبير اليوم، وهو ترحيل أجهزة الأمن لرئيس نادي الزمالك المستشار مرتضى منصور إلى مركز الإصلاح وتأهيل بوادي النطرون لتنفيذ حكم حبسه لمدة شهر، حيث اصطحبته قوة الترحيلات من محكمة النقض إلى منطقة وادي النطرون. يشار إلى أن المحكمة النقض قضت اليوم السبت برفض الطعن المقدم من المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك على حكم حبسه بتهمة سب وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، وأيدت محكمة النقض حبس رئيس الزمالك شهرا بتهمة سب وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي في حكم نهائي وبات غير قابل للطعن. هنتكلم أكتر على المفروض موقف رئيس نادي الزمالك الآن، وهيكون في إدارة مجلس نادي الزمالك ولا لأ، أثر هذا الحكم على المستشار مرتضى منصور، وهل ده هيكون حكم ممكن يحرمه من إدارة نادي الزمالك ولا لمجرد فترة الحبس ويرجع يكمل. خلينا نفهم أكتر من أستاذ عمرو كمال الصحفي بأخبار يوم وأخبار الرياضة. مساء الخير أستاذ عمرو. استاذ ألفت، اهلا وسهلا بحضرتك وبمشاهدينك الكرام في كل مكان. برحب بحضرتك، لكن قول لي الاهلي عامل ايه دلوقتي؟ وفي تقدم بهدف الان؟ اتعادل دلوقتي واحنا مع بعض. يعني الامور صعبه على الكره المصريه النهارده كلها، زي كنت بتكلم مع الاستاذ جوزيف في الفاصل. النادي الزمالك خسر 2-0، المنتخب خسر 4 من السنغال، النادي الاهلي كان متاخر بهدف والحمد لله في الشوط الثاني قدر يجيب هدفين. نتمنى ان هي تنتهي المباراه دي على خير بفوز النادي الاهلي، عشان هو حاليا يعني حاليا تحديثا انه تعادل الان. سان داونز كمان انا بعيد عن التلفزيون دلوقتي عشان ما اشوش، فيعني الامور صعبه بقى كده زي ما حضرتك بتشيري. 2-2 الامور صعبه للغايه، ولكن النادي الاهلي اتمنى ان هو يرجع، وان كان فريق سان داونز كل فتره يعني خدي بال حضرتك بيطلع لك فريق قوي للغايه بمجموعه من اللاعبين الشباب، وده بقى النقيض بتاع منتخب مصر للشباب النهارده. وبالرغم من كده مثلا جنوب افريقيا بعيده عن متناول كاس الامم الافريقيه للشباب اللي هي بتتلعب في مصر. طيب خليني اخذ من حضرتك كمان تعقيب على مباراه اليوم لنادي الزمالك واللي كانت امام الترجي، وفريق كبير حقيقي، يعني دائما ما بيكون عندنا مشكله مع الفريق الترجي سواء الاهلي او الزمالك. والله عايز اقول لحضرتك ان الاهلي بعيد عن صن النهارده، ولكن كعبه عالي على فرق الدوله التونسيه الشقيقه، وان كان النهارده تركيز لعيبه الزمالك كان يعني بالرغم ان هم كانوا مسيطرين على اجواء المباراه بعض الشيء، الا ان هم كان تركيزهم مش في متناول المباراه. هل ممكن يكون حكم الحبس على المستشار مرتضى منصور ممكن جدا في اللعيبه؟ طبعا ان امير مرتضى منصور المشرف العام على الكوره يعني ما قال لهم ان هو هيستقيل فور عودته للقاهره، وان كنت اتمنى ان هو يعني يكون عنده خبرات اعلى من كده، ولكنه يعني دخل اللعيبه في دايره يعني مش جيده من عدم التركيز، ووجدنا ده اتاثر بشكل كبير. ودي بقى القصه اللي انا كنت بتناولها مع حضرتك اكتر من مره، ان لازم يبقى في مؤهل نفسي في الفرق اللي حتى على الاقل اللي بتلعب على المستوى القاري. يعني لو منتخب الشباب النهارده كان معاه مؤهل نفسي اظن الامور كانت اختلفت، خاصه ان اللعيبه دي خبراتها قليله، الى جانب حتى المدير الفني لو عنده 60 سنه هو نفسه محتاج مؤهل نفسي، خاصه بعد الشائعات الكتير اللي خرجت عليه قبل المباراه، وان ميكيلي البرازيلي هو اللي هيقود المباراه الاخيره، او حتى زي لعيبه نادي الزمالك النهارده وبرده لعيبه النادي الاهلي. يعني عايز اقول لحضرتك ان النادي الاهلي اول من عين مؤهل نفسي لفرقته، وبسبب هذا المؤهل النفسي حصل على البطوله الافريقيه قبل كده في يعني في احداث مباراه الاهلي والمصري اللي راح ضحيتها 72. طيب. واكثر من لاعب كان خليني ارجع فضل. للمستشار مرتضى منصور والقبض عليه وترحيله اليوم لوادي النطرون. خليني اسال حضرتك عن تاثير حاجه على رئاسه نادي الزمالك وموقفه ايه؟ هي حسب الماده 41 من لائحه النظام الاساسي بتاعه اللائحه الترشيديه اللي عملتها اللجنه الاولمبيه وزاره الشباب، ان هو اصبح صفه رئيس نادي الزمالك تزول عن الاستاذ مرتضى منصور اللي دلوقتي زي ما حضرتك اشرتي ان هو في محبسه في وادي النطرون لمده شهر، وتسقط العضويه العامله بقى عن الاستاذ مرتضى منصور، ويحق له في بعد يوليو القادم في اول انعقاد لجمعيه عموميه ان هو يتقدم من جديد في ان هو يعيد عضويته، طالما ان الحكم غير مخل بالشرف. لا غير مخل بالشرف، لو كان مخل بالشرف
كان هيحتاج ان هو يرفع دعوه لاعاده عفوا يعني بيسموها بين مقطتين اعاده التاهيل. خليني اقول لحضرتك ما كتبه العسال على صفحته وهو مستشار نادي الزمالك، يعني بيقول في موقع هاني العسال امين صندوق نادي الزمالك السابق قال على صفحته على الفيسبوك. أيوه. أن مرتضى منصور رئيس لنادي بهدوء كده بدأ بكده بهدوء أن مرتضى منصور رئيس لنادي الزمالك حتى انتهاء دورته الانتخابية. لا 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 يا فندم، حسب اللائحة الاسترشادية لوزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية أن هو تسقط عنه، لأن هو بيتقال كده في اللائحة الاسترشادية. أي حكم بموجبه يحبس أي من رئيس النادي أو أعضاء مجلس الإدارة تسقط الصفه بتاعته وايضا تسقط عضويته، ويحتاج من جديد الى اعاده عضويته، وممكن بعد اعاده عضويته ان هو يترشح من جديد. طيب اللائحه الاسترشاديه بتقول لحضرتك ايه؟ ان اكبر الاعضاء سنا هو اللي يقوم باعمال رئيس النادي، وان كان ان السيد النائب سليمان وهدان عضو مجلس اداره نادي الزمالك وعضو البرلمان قال لك ان هو مجلس الاداره اتفق بالاجماع على ان هو يتولى مهام رئيس نادي الزمالك، وحتى هذه اللحظه لم يثبت هل اللواء علاء مقلب رئيس عفوا اكبر الاعضاء سنا ام النائب سليمان وهدان ام يكون خالد لطيف امين الصندوق. وهناك اطروحه رابعه ان مجلس الاداره بالكامل هيحاول ان هو يقدم استقالته ويتم تعيين لجنة من قبل وزارة الشباب والرياضة في الأثناء الساعات القادمة اللي هيكشف لنا إيه اللي هيحصل بناء على تصرف أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك. إنما هو حقيقة أنا كل اللي بتمناه إن ما تكونش المنظومة دايما مبنية على فرد، وده شيء مرعب أن يكون مثلا نادي بحجم نادي الزمالك هو مبني على وجود رئيس نادي الزمالك، يكون في مجلس إدارة قائم بأعماله الحقيقية، تواجد على الارض، كل لعبه باتحادها بفنيها بمسؤوليها. والله وانا مؤيد لحضرتك ده، هو ليه هيقدموا استقاله تماما طالما ان هم بده عمل عام، وطالما ان ده حكم قضائي خالي تماما من اي شائبه موضوع النادي. فعلا فيجب ان هم يقوموا باعمالهم تجاه الجمعيه العموميه اللي انتخبتهم، عشان الانتخابات والترشح وما شابه دي تكلفه عاليه، ونادي الزمالك عليه أعباء مالية كبيرة جدا جدا، حتى على الأقل لأقرب جمعية عمومية، خاصة إن نائب رئيس نادي الزمالك اللواء مصطفى هدهد كان أيضا استقال من فترة. يعني أنا بتمنى أن يكون انتمائهم للنادي أكتر ما يكون انتمائهم لسيادة المستشار. بشكرك أنا مع حضرتك جدا. بشكرك جدا أستاذ عمرو كمال الصحفي بأخبار اليوم وأخبار الرياضة. خليني أتكلم مع حضراتكم مع حاجة هتحصل، يعني شهر 3 اللي فات بدأت البنك الأهلي وبنك مصر ب يعني عرض شهادة 18% واللي لقت استحسان كبير لدرجة ان اكتر من تقريبا 700 مليار جنيه اتودعوا في البنوك في هذا التوقيت، وكان ثقة من الناس كبيرة جدا في البنك، واستمرت لفترة شهر او اتنين وبعد كده الشهادة دي اتقفلت. من كام يوم بدأت رسائل من البنوك البنك الاهلي وبنك مصر للمودعين بتقول لهم ان مش هيتم ربط الشهادة الجديدة، دايما كان بيحصل كده انك مجرد ما انتهاء الشهادة القديمة اوتوماتيك البنك بيتم ربطها بشهادة الاعلى عائد عنده، لكن اللي حصل غير كده ان البنك بيبلغ المودعين واصحاب الشهادات ال 18 ان مش هيتم ربط الشهادة بالعائد الاكبر او الشهادة الموجودة بالعائد الاكبر، ان في دلوقتي شهادة ب 25% مستمرة، معرفش بقى هتبدأ تنتهي في خلال شهر 3 ولا هتستمر، لكن بلغوهم ان الفلوس بتاعتكم هتدخل على حسابكم ومش هتكون مربوطه بشهادات جديده. عايز اعرف اكتر عن المتوقع في الفتره القادمه، وهل سيسمح البنك المركزي بخروج 700 مليار جنيه وانت في ازمه اقتصاديه، ولا هيكون في اغراء لاصحاب هذه الشهادات؟ معنا على الهاتف دكتور السيد خضر الخبير الاقتصادي. مساء الخير يا دكتور. مساء الخير على حضرتك وعلى كل الساده المشاهدين يا فندم. برحب بحضرتك، وبدايه مارس هتكون مرور عام على شهادات ال 18 اللي لاقت استحسان والناس حطت فيها 700 مليار جنيه. توقعاتك للقادم لهذه الشهاده وتعامل البنوك فيها؟ اكيد طبعا مع قرب دخول شهر مارس 2023 طبعا، وده هيبقى انتهاء لشهاده 18%، وهو بالفعل البنك الاهلي وبنك مصر تم ارسال رسائل الى العملاء بأنه ستضاف قيمة الودائع أو قيمة شهادات الادخار بشكل مباشر
الى حسابات العملاء، خصوصا ان الفتره الاخيره طبعا مع اصدار شهاده ذات عائد 25%، وده كان هناك نسبه تم كسر حاجز الشهاده 18% والاتجاه الى شراء شهاده 25% لانها طبعا ذات عائد اكبر من ال 18%. ولكن خلينا اقول ان الفتره اللي جايه اعتقد طبعا مع اجتماع البنك المركزي خصوصا طبعا شهر مارس يا فندم، خاصة ان طبعا الشهادة 18% تم جمع حوالي 700 مليار جنيه، وده طبعا رقم ضخم جدا من خزينة البنك الاهلي وبنك مصر، واحنا بالفعل محتاجين لضخ مزيد من السيولة خلال الفترة القادمة طبعا لتوسيع الاستثمارات الداخلية في مصر. فبالتالي اعتقد ان هيكون هناك اتجاه الى زيادة شهادة الادخار طبعا. اعتقد ان احنا ممكن هل هيكون في اكتر من 25 ولا هتستمر شهادة 25 ولا هيتم، لان انا فكرة ان هو ايقاف او وضع الفلوس او وضع قيمة الشهادة للحساب بدون ما تربط بشهادة اخرى، ده معناه ايه؟ هل نتوقع اكتر ايه؟ ان انا هيكون عندي شهادة بقيمة اعلى ولا علشان اضمن الفلوس دي ما تطلعش كلها، لان الناس طبعا هتدور على مكان تاني تضمن فيه ان الفلوس ما تقلش؟ اكيد طبعا كل العملاء بتسعى الى شراء شهاده ذات عائد اكبر من 18%، واعتقد ان البنك المركزي متمثل في البنك الاهلي وبنك مصر هيتجه الى اصدار شهاده اكبر من 25% خلال الفتره القادمه لطبعا لاستمرار جذب مزيد من السيوله في السوق. ايضا هناك شهادات مستمره حاليا من قبل البنوك الخاصه، ودي شهاده ذات عائد 20% دي ثابته لمده 3 سنوات، فاعتقد برضه يكون هناك إقبال نسبي على شراء تلك الشهادات طبعا لدى بنوك القطاع الخاص. لكن حضرتك ما بترشحش ان هيكون في طرح شهادات اخرى؟ اعتقد ان هيكون في شهاده ممكن تصل الى 30%، وده خلينا يعني هنستغنى عن رفع سعر الفايده من 16% على الايداع و17% على الاقتراض. اعتقد ان احنا هنلجا الى سياسه دايما اصدار شهادات ادخاريه ذات عائد اكبر خلال الفترة المقبلة. بشكرك يا فندم كل الشكر دكتور السيد خضر الخبير الاقتصادي. هنكمل مع حضراتكم، والتقى المستشار الدكتور حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب كلمة أمام المؤتمر 34 للاتحاد البرلماني العربي والمنعقد بالعاصمة العراقية بغداد بشأن الدعم العربي لتعزيز استقرار العراق وسيادته. وأكد رئيس مجلس النواب أن البلاد العربية تمر منذ فترة بأمواج متلاطمة من التحديات الجسام هددت أمن واستقرار مجتمعنا حتى كادت أن تودي بأمتنا العربية، موضحا أن تلك المعضلات العربية أظهرت بما لا يدع مجالا للشك الحاجة الماسة لصياغة مقاربة عربية مشتركة لمواجهتها امتثالا لعوامل الوحدة التي تربط نسيجنا العربي برباط متين. وخلينا أقول لكم وفكركم أن أول من تحدث عن أهمية الترابط العربي كان السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، واللي أشاد بيه بفكرة أن وحدتنا العربية، ويمكن بعد اللي حصل في روسيا وأوكرانيا شفنا قد إيه أن البلاد العربية مهمة، وأن التودد لها من الغرب ومن أوروبا ومن كل الجهات بات الجميع يتصارع على التودد العربي. فين بقى الموقف العربي لو في وحده عربيه كنا ممكن نوصل لايه؟ خلينا نستقبل دكتور وجدي زين الدين الكاتب الصحفي. مساء الخير يا دكتور ومشرفني. مساء النور يا فندم، ربنا يخليكي، ده الشرف ليا وللساده المشاهدين جميعا والله. حقيقي سعيده بوجود حضرتك، انك قيمه وقامه صحفيه كبيره، ويمكن شرفت باستضافه حضرتك كتير، وان شاء الله القادم يكون لنا لقاءات قريبا. ربنا يخليك يا فندم، متشكر جدا على حسن التقديم وربنا يبارك فيك يا رب. بشكر حضرتك دكتور وجدي. أهم التحديات التي تواجه الأمة العربية حاليا واللي أشار لها رئيس البرلمان المصري. نعم، شوفي حضرتك أنا عايز أتكلم في حاجة مهمة جدا. الحاجة دي إن هي الدولة المصرية دايما شايلة أهم الوطن العربي بلا استثناء. مصر لها دور مهم جدا في المنطقة العربية وفي المنطقة الإقليمية كلها وفي الإقليم كله، وبالتالي هناك أدوار فاعلة للدولة المصرية في كل المناحي وكل الأحوال، خاصة فيما يتعلق بالأمة. حضرتك عارفة قد إيه منذ ثورة 30 يونيو وحتى الآن، والقيادة السياسية المصرية المتمثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي تقوم بدور مهم جدا في المنطقة العربية، وشاهدنا على مدار السنوات القليلة الماضية
كم اللقاءات وكم الأحداث التي يشارك فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي. خلينا نفكر حضرتك، كنا في أكتر وقت مصر في عندها مشاكل كبيرة جدا، لكن كان يعني نعم. أول من تحدث ولفت النظر وابتدى يلم الشمل كان السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في فكرة الوحدة العربية. ده فعلا كلام حضرتك مظبوط 100%، رغم أن مصر كانت يعني أمامها مهمات صعبة وشقة جدا، تمثلت في الحرب على الإرهاب حتى تم القضاء عليه تمام، ومصر كان أمامها أيضا حرب من أجل التنمية ولا زالت تقوم بهذه الحرب، إلا أنها لم تغفل الجانب العربي على الإطلاق، بل كانت هناك للرئيس عبد الفتاح السيسي لقاءات ورؤى مهمة جدا فيما يتعلق بشأن الأمة العربية، خاصة بعد سقوط ليبيا واليمن وسوريا. كل هذه الدول التي سقطت كان الهدف ليس هذه الدول بعينها، وإنما كان الهدف هو العين على مصر تحديدا، وبالتالي كانت هناك رؤية مصرية عظيمة ورائعة تبنتها القيادة السياسية يعني أولا لعدم سقوط مصر، رقم اثنين فيما يتعلق بالشأن العربي أنا أجد أن هناك إجماع عربي على الرؤية المصرية فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية ومشاكل المنطقة بصفة عامة. لو تكلمنا عن المستقبل يا دكتور وجدي، يعني المطلوب في المستقبل لاستثمار هذه الوحدة بعد ما شفنا الفترة الأخيرة من كل القوى تحاول اجتذاب الدول العربية في الفترة الأخيرة. طيب بص حضرتك، الأول قبل ما أخش وأجاوب لحضرتك على السؤال ده، في سؤال مهم، يعني في حاجة الأول مهمة أذكرها هتكون مكملة لسؤال حضرتك. لو تتذكري حضرتك لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي وكلمته في القمة، في قمة الحكومات بدبي، قال اتحدث على الأمن القومي العربي، وقال إن الأمن القومي العربي زي الأمن القومي المصري تماما، وبالتالي هنا نبدأ بقى نتكلم في حاجة أبعد من كده. الحاجة الأبعد من كده بقى إيه بقى؟ هي الرؤية المصرية التي تتفق مع كافة الدول العربية في أمور كثيرة. أول حاجة فيما يتعلق بالدول العربية التي تعاني من الفوضى الآن، هناك رؤية مصرية يعني صحيحة 100%، وهي الاتجاه إلى الحوار والاتجاه إلى حل هذه المسائل وضد تقسيم هذه الدول، ضدها تماما. ده الموقف المصري. نيجي بعد كده حضرتك فيما يتعلق بالأمن القومي العربي، مصر حريصة جدا جدا على سيادة الأمن القومي العربي. ده هيكون نتيجته إيه بقى حضرتك بقى؟ نبدأ ندخل بقى في عملية الاستثمارات وخلافه، وبالتالي المرحلة القادمة اللي حضرتك بتتكلم عنها ستشهد طفرة قوية في هذه العلاقات المصرية العربية، وبالتالي هذه الطفرة تعود بالنفع على الاستثمار سواء في مصر أو في الدول العربية كافة. دكتور وجدي هتشرفني قريبا وتكون ضيفنا، وحقيقي بنستفيد من آراء حضرتك. بشكرك دكتور وجدي. يشرفني يا فندم، شكرا جزيلا. ده يشرفني على هذه المداخلة الهامة. على هامش اجتماع المجلس الأعلى للجامعات، أطلق دكتور أيمن عاشور وزير التربية والتعليم والبحث العلمي فعاليات مبادرة المحبة والسلام بين دول حوض النيل بحضور لفيف من رؤساء الجامعات المصرية وقيادات الوزارة، وذلك بمكتبة مصر العامة بمحافظة الأقصر. خلينا نعرف أكتر عن المشروع وأهميته من دكتور أهداب محمد حسني، منسق عام مبادرة محبة وسلام لدول حوض النيل ومشرف عام إدارة الوافدين بجامعة الأقصر. مساء الخير يا دكتورة. مساء النور يا فندم. مساء النور، اهلا وسهلا بحضراتكم. برحب بحضرتك وعرفينا اكتر بالمبادره وتفاصيل عنها. الحقيقه المبادره انطلقت على هامش المجلس الاعلى للجامعات زي ما حضرتك تفضلتي وقلتي. المبادره من يعني بمشاركه انطلقت من جامعه الاقصر، من تحديدا من اداره الوافدين. المبادره اشتركت فيها العديد من الفئات المجتمعيه، كان لها العديد من الفعاليات، اهمها احنا عملنا يعني حقيقه انا عايزه اشكر الاداره المركزيه لشؤون الطلاب الوافدين والمبتعثين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وعلى رأسهم طبعا معالي الوزير.
يعني وايضا وده كان الجديد بقى في الموضوع انه جامعه الازهر باداره الوافدين وطبعا يعني جامعه الازهر تعتبر رائده في هذا المجال اشتركت معنا ب يعني بعدد من الطلاب اللي هم منتمين لحوض النيل. وطبعا زي ما حضرتك عارفه ان حوض النيل لعشر دول والحقيقه كانوا ملتزمين جدا وقامت الفعاليه يعني من بدايه المجلس الاعلى للجامعات من يوم 23/2 او 23 فبراير لغايه 25 فبراير لغايه النهارده. احنا بنعمل على طول خط سير اولا ترويج مش لمحافظه الاقصر فقط وانما كان هدف هذه المباراه جامعة الأقصر وده كان المهم واللي أنا كنت دايما يعني رئيس الجامعة لماذا في هذا التوقيت يا أهداب أقول إن هو لابد إن إحنا فرصة كانت يعني جميلة والحقيقة هو سندني كتير جدا ودعمني ودعم الفكرة إن إحنا التوقيت نفسه يا فندم كان مدروس إني أنا أعمل ترويج لجامعة الأقصر إدارة الوافدين فيه على هامش على الجامعات. طبعا كل جامعات مصر كانت حاضره النهارده كان عرس يعني انا عارفه يا دكتوره اهداب لو سمحتي لي يمكن من الميزه لهذه المبادره يمكن انا اشرت ليها في اول الاخبار وانا بتكلم عن جهود الحكومه واللقاءات وحركه الوزراء لان فكره ان الوزير يكون في الاقصر ويتكلم على المبادره وتصدر المبادره من محافظه غير المحافظه الرئيسيه او العاصمه ده اللي احنا محتاجينه من المسؤولين فكره التواجد في كل الاماكن. فأنا بحيي أن تكون المبادرة من محافظة الأقصر مش من مبنى الوزارة أو مش من تواجد في العاصمة يعني. فده من ضمن الحاجات أنا شايفة أنها لها إيجابية خاصة جدا تواجد الوزير في المحافظات. أما أنا يعني حضرتك وبدعم طبعا من الجامعة كانت طبعاً. يعني كان التوقيت مدروس أن الوزير يبقى هيكون موجود في هذا في طبعا في انعقاد المجلس الأعلى للجامعات وكل جامعات مصر كانت موجودة وكنا واخدين طبعا خطابات موافقه على من معاليه ان هي تبقى تحت رعايه قصه المبادره. الحمد لله الحمد لله الحمد لله قدرنا نوصل صوتنا كصعيد مصر الاقصر وجامعه الاقصر تستحق ان هي توضع يعني يعني يا فندم الاقصر يعني تراث الاقصر تاريخ الاقصر حضاره الاقصر يعني تحياتي لحضرتك ولكل شعب الأقصر لان اكيد محافظه من المحافظات تستحق كل التقدير. كل المسؤولين كانوا امبارح مبسوطين جدا جدا من اللي حصل والحمد لله الحمد لله لاقت قبول واستحسان الجميع واحنا مستمرين يا فندم في هذه المبادره ويمكن في منح جات لعدد من الطلاب لله ان شاء الله سوف نعلن عنها قريبا إن شاء الله. مزيد من التقدم لحضرتك والجامعة الأقصر. بشكر حضرتك دكتورة أهداب محمد حسني منسق عام مبادرة محبة وسلام لدول حوض النيل ومشرف عام إدارة الوافدين بجامعة الأقصر. بسط جدا لما بشوف محافظاتنا بتظهر كل مرة كده بناخد عمل معين من محافظة من مكان. فكرة التواجد على المستوى العام أنا عايز أقول لكم الأسبوع اللي فات تقريبا زرت عدد محافظات مش قليل أبدا محتاجين تركيز أكتر أكتر من الدائرة بتاعة العاصمة وما حولها. إطلاق منصة حوارية للمشاركة المجتمعية هل هيعيد الثقة ما بين الحكومة والمواطن؟ هل في ثقة أصلاً موجودة ولا لا؟ عندي أسئلة كتير لكن سيجيبنا عليها دكتور سعيد الزغبي دكتورات العلوم السياسية جامعة قناة السويس واللي هننتظره بعد الفاصل من خلال زوم لنقاش طويل وأسئلة كتيرة وهو دائماً ما يسرينا في فقراتنا. خليكم معانا عندي فقرة حوارية هامة جداً.